عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع. درسنا لليوم لمادة الحاسوب تصفح الويب. أولاً بالدخول إلى الإنترنت والوصول للمعلومات المخزنة على الحواسيب المرتبطة بهذه الشبكة العالمية لابد من استخدام مستكشف الإنترنت. إذن نستخدم مستكشف الإنترنت للدخول إلى الإنترنت والوصول إلى المعلومات المخزنة على الحواسيب المرتبطة بهذه الشبكة العالمية. إذن ما الذي يقصد بمستكشف الإنترنت؟ هو برنامج يمكننا من استعراض المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت. إذن مستكشف الإنترنت هو برنامج يمكننا من استعراض المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت. أعزائي الطلاب، أعزائي الطلاب، من أشهر متصفحات الإنترنت برنامج إنترنت إكسبلورر وفايرفوكس وجوجل كروم. أعزائي الطلاب، أعزائي الطلاب، سوف نتعرف أولا على كيفية تشغيل برنامج مستكشف الإنترنت. أولا لتشغيل برنامج مستكشف الإنترنت نقرأ مزدوج على أيقونة مستكشف الإنترنت. هذه هي الأيقونة الموجودة على سطح المكتب. إذن لتشغيل مستكشف الإنترنت ننقر نقرا مزدوجا على أيقونة مستكشف الإنترنت الموجودة على سطح المكتب، فتظهر الشاشة الرئيسية كما تلاحظون أمامكم أعزائي الطلاب. هذه الشاشة الرئيسية لمستكشف الإنترنت، وهنا تعرض هذه الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التربية والتعليم أعزائي الطلاب. إذن أعزائي الطلاب، هذه أيقونة مستكشف الإنترنت الموجودة على سطح المكتب أعزائي الطلاب. أما الآن سوف نتعرف على أهم مكونات الشاشة الرئيسية لمستكشف الإنترنت أعزائي الطلاب. أعزائي الطلاب، قبل أن نتحدث على مكونات الشاشة الرئيسية لمستكشف الإنترنت سوف نستعرضها سريعا من خلال هذه الصورة. أولا كما تلاحظون أعزائي الطلاب، رقم واحد هذا هو شريط العنوان، هذا شريط العنوان. ثانيا رقم اثنان أعزائي الطلاب شريط صندوق العنوان، شريط صندوق العنوان، ويتضمن عنوان موقع الإنترنت وصف التبويبات ومجموعة من الأدوات. ثالثا شريط اللوائح، كما تلاحظون يحتوي على مجموعة من الأوامر مثل ملف وتحرير وعرض وأدوات. ورابعا أعزائي الطلاب شريط المفضلة، رابعا هنا شريط المفضلة. وخامسا أعزائي الطلاب شريط الأوامر كما تلاحظون. وسادسا هي صفحة الويب أعزائي الطلاب، سوف نقوم بشرحها الآن أعزائي الطلاب. إذن أولا أعزائي الطلاب، المكون الأساسي للشاشة الرئيسية لمستكشف الإنترنت شريط العنوان، شريط العنوان، وهو الشريط الذي يتضمن عناصر التحكم في النافذة من تصغير وتكبير وإغلاق. إذن أولا شريط العنوان هو شريط يتضمن عناصر التحكم في النافذة من تصغير وتكبير وإغلاق. ثانيا شريط صندوق العنوان، على ماذا يحتوي؟ أولا على عنوان موقع الإنترنت الذي يظهر في شاشة المستكشف، مثلا هنا كما أوضحنا سابقا موقع وزارة التربية والتعليم. أيضا ثانيا صف التبويبات لفتح مواقع إنترنت متعددة، حيث يمكن فتح عدة نوافذ مختلفة في الوقت نفسه وتجعل من السهل التنقل بينها. إذا لم نرغب في عرض موقع الويب فيمكننا إغلاق التبويب من خلال النقر فوق زر الإغلاق الموجود على يسار علامة التبويب، وأيضا لفتح موقع ويب جديد ننقر على زر التبويب جديد أعزائي الطلاب. أيضا يتكون شريط صندوق العنوان من مجموعة من الأدوات تؤدي كل منها وظيفة معينة. ما هي هذه الأدوات؟ سوف نتعرف عليها أعزائي الطلاب. أولا هذه الأداة السهم تعني الرجوع إلى الصفحة السابقة، وهذا أيضا التقدم إلى الصفحة اللاحقة. هنا هذه الأداة تعني عرض الصفحة الرئيسية، وهذه الأداة تعني عرض القائمة المفضلة، وأخيرا هذه الأداة تعني أدوات أعزائي الطلاب.
من المهم جدا دراسة أدوات فريق صندوق العنوان أعزائي الطلاب. الآن سوف أتابع مكونات الشاشة الرئيسة لمستكشف الإنترنت. أيضاً يتكون أعزائي الطلاب أو تتكون الشاشة الرئيسة لمستكشف الإنترنت من شريط اللوائح، يحتوي على مجموعة من اللوائح، وتحتوي كل لائحة على مجموعة من الأوامر، ويؤدي كل أمر وظيفة معينة. أيضاً رابعاً شريط المفضلة هو مكان نحفظ فيه عناوين المواقع التي نفضل زيارتها باستمرار حتى يسهل الوصول إليها. خامساً شريط الأوامر يحتوي على الأوامر الأكثر استخداماً ويؤدي كل أمر وظيفة معينة. وسادساً صفحة الويب أعزائي الطلاب، وهي الصفحة التي تراها في موقع معين حيث يمكنك التعامل معها من خلال جهاز الحاسوب الخاص بك أعزائي الطلاب. الآن سوف أعود إلى بعض الأوامر المستخدمة أو الموجودة في الشاشة الرئيسة لمستكشف الإنترنت أعزائي الطلاب. أولاً كما تلاحظون الأداة الأولى أعزائي الطلاب لعرض الصفحة الرئيسة، وتحتوي خيارات لإضافة أو تغيير أو حذف الصفحة الرئيسة. وهذه الأداة بدء برنامج البريد الإلكتروني الافتراضي الخاص بك، وهذه أيضاً طباعة الصفحة الحالية أو معاينة قبل الطباعة أو إعدادات الصفحة. والصفحة عرض قائمة تحتوي الأوامر الأكثر استخداماً، وأمان عرض قائمة تحتوي خيارات السلامة والأمان، وأدوات عرض لائحة تحتوي الأدوات شائعة الاستخدام، وأخيراً هنا علامة الاستفهام عرض قائمة المساعدة أعزائي الطلاب. هذه الأدوات مهمة جداً، أدوات شريط الأوامر أعزائي الطلاب. الآن سوف نتحدث عن كيفية إنهاء العمل في برنامج متصفح الإنترنت أعزائي الطلاب. أعزائي الطلاب، لإنهاء العمل في برنامج متصفح الإنترنت والخروج من برنامج مستكشف الإنترنت، نغلق نافذة المستكشف باستخدام رمز الإغلاق الموجود في شريط العنوان أو من خلال لائحة ملف فايل، ثم اختيار الأمر كلوز أعزائي الطلاب. سوف أنتقل أعزائي الطلاب الآن إلى بعض التطبيق العملي قليلا على برنامج متصفح الإنترنت، وسنتابع التطبيق العملي في الحصة اللاحقة أعزائي الطلاب. أعزائي الطلاب، هذه الشاشة الرئيسة لمستكشف الإنترنت لموقع وزارة التربية والتعليم، وهذه هي أيقونة مستكشف الإنترنت. تحدثنا أنها تتكون من عدد من الأشرطة، أولا شريط العنوان الذي يحتوي على زر الإغلاق والتصغير والتكبير، وشريط أعزائي الطلاب الشريط الآخر وهو شريط صندوق العنوان، ويحتوي على عنوان موقع الإنترنت وصفحة الترتيبات ومجموعة من الأدوات. هنا مثلا هنا عرض الصفحة الرئيسة، عرض القائمة المفضلة، أدوات، وهنا عرض أو أعزائي الطلاب الرجوع إلى الصفحة السابقة، وهنا التقدم إلى الصفحة اللاحقة، وأيضا من الأشرطة الأخرى شريط اللوائح وشريط المفضلة ومجموعة من أدوات شريط الأوامر تحدثنا عنها. أيضا أعزائي الطلاب، لإغلاق مستكشف الإنترنت نذهب إلى زر الإغلاق هنا، أو نذهب إلى لائحة ملف ونختار كلوز أعزائي الطلاب. هكذا أكون قد انتهيت من شرح درس تصفح الويب. المطلوب منكم القيام بحل الأسئلة أعزائي الطلاب. أشكركم على حسن الاستماع، وألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.